في إطار مكافحة الجريمة المنظمة عبر الإقليم، تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في بيع وترويج العملة النقدية المحلية المزورة بإقليم ولاية برج بوعريريج، مع توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، فيما لاذ المشتبه فيه الثاني بالفرار. العملية تمت بناء على معلومات واردة مفادها إبرام صفقة بيع مع عملة محلية نقدية مزورة. بعد تنشيط عنصر الاستعلام وتكثيف التحريات، تم تحديد مكان لقاء أفراد هذه الشبكة. على إثرها تم وضع خطة محكمة للإطاحة بالمشتبه فيهم، ليتم توقيف شخص وحجز مبلغ مالي قدره 77 مليون سنتيم مزورة من فئة 2000 دينار جزائري، جهاز إعلام آلي محمول نوع HP وحامل مغناطيسي، هاتف نقال.